مرحب بيكم وأهلا بيكم وموجز لأهم الأخبار الفنية وآخر تفاصيل المسلسلات. أنا مش هخلي الصبح يطلع على جعفر العمر. ما هو أنت مش فالحة غير في السهوكة والنحنحة يا أختي. نبدأ كلامنا بالصلاة على الحبيب. تمام يا رجالة؟ تمام يا فندم. هتدفع الثمن غالي يا شيخ موسى. بينك وبينه ايه؟ لا يا جميله ما اسمحلكيش. لما تتكلمي مع الكبير اتكلمي بادب. سيدياته كلها معايا، يعني يوم ما يفكر يعمل معايا الدنيئه هيلاقي نفسه في السجن. تحولت عيله السنينه من عيله غلبانه ومكسوره لعيله ليها مخالب واسنان. الرجاله دي مش هتصبر علينا لو ما لقيناش حاجه في المقام ده. مين اللي هترضى بواحد امه مش راضيه تعرفه مين ابوه؟ هي مين اللي تبقى ضامنك يا جعفر؟ قرية بشتريها في الساحل الشمالي بعد ما دنت العلمين الجديدة. انت هترجع ولا ايه؟ لا انا بستغرب بس. هي فين؟ فين اللي بتخلي معاك؟ ايه؟ موسم البطة ابتدى ولا ايه؟ هرجع لك تاني. هخلي لك الدمج للركب. هو ينفع يعني السلحة تسابق ارنب؟ عين على الحلو لما تبهدلوا الايام. الفنان أحمد العوضي اتكلم عن مسلسل ضرب نار واللي بيقوم ببطولته في سباق دراما رمضان، وأكد أنه دايماً بيكون حريص على اختيار أسماء الشخصيات اللي بيقدمها خلال أعماله، وده بيكون بالتعاون والتنسيق مع المؤلف. العوضي كمان قال برضو أن الأسماء اللي لازم يكون ليها علاقة بالشخصية في المقام الأول، وده علشان تكون معبرة عنه، ودي حاجة مهمة لأن الجمهور بيرتبط باسم الشخصية اللي بتتقدم في سياق العمل الدرامي. النجمة منى زكي وأسرة مسلسلها الجديد تحت الوصاية موجودين في اسكندرية علشان بيصوروا المشاهد الأخيرة الخاصة في البحر، وباقي لفريق العمل مجموعة مشاهد داخل شوارع اسكندرية، والمفروض أن التصوير هيستمر لمدة 5 أيام علشان يرجعوا القاهرة ويصوروا المشاهد الباقية. الفنان طارق لطفي اتكلم عن مسلسله مذكرات زوج، وقال ان العمل بيقدم دراما اجتماعية مميزة وفيها تشويق، ده غير ان في تساؤلات بيقدمها للمشاهد على مدار الحلقات علشان يدور هو على اجابات للتساؤلات دي، وهل هيلاقيها في الحلقات اللي جاية ولا لا. ومن هنا بتبدأ الناس تتفاعل، خصوصا ان المسلسل بيقدم رسائل مهمة خاصة بالحياة الزوجية بشكل غير مباشر. الفنان جمال سليمان كشف تفاصيل مشاركته في مسلسل عملة نادرة مع نيلي كريم، وقال إنه سعيد جداً إنه موجود في موسم دراما رمضان السنة دي خصوصاً مع المؤلف الدكتور مدحت العدل، وأكد الفنان جمال سليمان إن مسلسل عملة نادرة موجود فيه كل عناصر النجاح وكل عنصر فيه على أعلى مستوى. الفنانة نجلاء بدر قالت إن مسلسل سره الباتع ملحمة درامية ومباراة تمثيل بين مجموعة كبيرة جدا من النجوم، وهي سعيدة بالمشاركة في المسلسل لأن فيه كوكبة كبيرة جدا من الفنانين. الفنانة هالة صدقي قالت إنها بتشارك في أعمالها الفنية بدون أي تخطيط للمستقبل، وقالت كمان إن المخرج محمد سامي كان دايما يقول لها إن شخصية صفصف في جعفر العمدة هتنجح نجاح كبير وهتكسر الدنيا، إلا إنها كانت شايفة إنه ده نوع من أنواع المجاملة، علشان كده هو الوحيد اللي كان عارف إن الشخصية دي هتفرق مع الجمهور وهو محمد سامي. لسه مع مسلسل جعفر العمدة، وأثناء عرض الحلقات ظهرت الفنانة لبنى ونس والفنان مجدي بدر بشكل شبابي خلال أحداث العمل في مشهد فلاش باك. طبعا الجمهور اندهش جدا من اللي شافوه، وحتى رواد السوشيال ميديا كتبوا وقالوا إزاي رجعوا شباب بالشكل المبهر ده. وهنا خرجت الفنانة لبنى ونس وقالت إن المخرج محمد سامي فضل أو رفض الاستعانة بدوبليرة في المشهد الفلاش باك لأنه عايز يستمد المشاعر من الشخصية الأساسية للعمل، وهنا قرر يستعين بتقنية متطورة وهي اسمها فلتر تصغير العمر. المطربة مروة ناجي ظهر تألقها في أغنية ملعونة الصدفة خلال أحداث الحلقة 7 من مسلسل جعفر العمدة. الأغنية كانت من كلمات سارة سعيد وألحان هيثم نبيل وتوزيع خالد نبيل، وجات الأغنية بعد صدمة الفنانة لبنى ونس لما عرفت أن الطفل سيف اللي خطفه بلال شامة هو ابن جعفر العمدة. أنا ظهر وعشيان وهموت لو من لي روح، وده أصلاً روح اللي من الدنيا طلعت أبي، ده أنا لو حكمت أخبي في قلبي من الدنيا داري. أنا عمري تعاش خوف على أمر وعليت أصوات
خلصتنا نشرتنا الفنية ونرجع مرة تانية منا نكمل معاها باقي فقراتنا.